السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا اهو زي ما قلت لكم الفعالية، هبدأ معكم الأول. وأنا معايا 3150 طاقة، ماشي؟ مش هلعب في الطاقة دلوقتي عشان عايزة أحدثها، وهتحدث لي قدام شوية. تمام، أنا لعبتها في بيتي الكبير بالفعل. فإيه؟ عندي معلومات. يعني دي بقى فعالية سندريلا، هنكسب فيها هنا الآلة أهي، الكريم باف، والديكور ده مسرح حفلة الجنيات. تمام، باقي فعاليات سندريلا، بس مع الأسف مش حاطط لنا أي حاجة من اللي كنا مجمعينها في الفعالية. يعني الحاجة اللي بقت مننا مش موجودة، مع إنها نفس الفعالية كان المفروض يحطها لنا. بس ماشي، هنكمل. يعني عايزانا نبني دي فراشة ورد، وده الوثائية أهو. اي حاجة مش عارفين مكانها بندوس على عدسة، هي بتجيب مكانها. يعني بصوا زي الفراشات كده اهي، ودي البنوتة التاجر. بصوا، هي المرة دي هتدي آلة صنع كيكة الفطائر المنفوحة. تمام، هي منفوحة بالزهور، بس هي عندي، يعني أنا كسباها هنا وكسباها في البيت الكبير. فحتى لو وصلت للآخر هستبدلهم بمية طاقة، لأن زي ما قلت لكم الآلة أصلا عندي. تمام، أنا خلصت الحاجة هنا. أربع مفاتيح، ومش مهم عندي لو خدت مفاتيح بزيادة، لأنه الطرق اللي جاية دي كلها تقريبا مفاتيح. عايزاني أبني ده. تمام، نفس القصة بتاعت الزهور، هي هي برضو، وما اديناش الزهور الزيادة اللي احنا كنا مجمعينها. باقي اتنين من ده، نمشي بعد كده من هنا. وبعد كده الشجرة دي اهي، سلم حبال ومقص. تمام، اهو بعد كده البوابة دي. لا، الأشجار اللي هناك الأول. بصوا هنا، عشان عايز اني ابني حوض الزهور اللي هو ده، شايفينه؟ اهو
ده لو السقاية وهبني. بعد كده هنفتح الباب هنا. بص رجع تاني اهو الزهرة السحرية، وهيفضل طبعا يطلبها طول الطريق، فاهمني؟ ربنا يسامحه بقى. شايفين ناقصنا 4. عشان اجمع له الـ4 اللي عايزهم. وبعد كده الأرجوحة المرجحة بتاعت الشجرة. زور خيط وكماشة. تمام. عندنا تمثال كيوبيد ده كنا كسبانينه في فعالية برضو من هنا، مش فاكرها انهي فعالية. بدأت احس ان الموضوع متكرر، مش عارفة ليه. احبال اهي. اهو اخد كمان حبل من هنا. في حبل هنا اهو. خلاص هو كده عايز نروح الناحية التانية اللي هي دي. 4 مفاتيح و4 دبابيس. اهو علشان ساعد ايه الكلب جوه. زي ما قلت لكم القماش الخيط كانوا موجودين في فعالية سندريلا المرة اللي فاتت. ودي الفراشات. باقي كمان 1 خيط. ودي كمان فيها 5 توقع. في سلسلة مفاتيح هنا كبيرة، مش عارفة فين، كأنها تاهت مني. طيب خلاص نفس المكان. بشبيك بشبيك
بقعد اضغط كتير جدا عشان يلقط الحاجة اللي هو عايزها. لسه باقي مفتاح. في الغالب كده الطاقة فتح، يعني سمح لي بالتطوير، فهروح ادورها. عايزني ألبس فستان ملكي لسندريلا، تمام؟ بس أنا زي ما قلت لكم لسه ما فتحش. عايزة أطور عشان خاطر إيه، أستلم الطاقة. طيب، 2 قماش، 4 خيط، 3 دبوس. اهو 3 دبوس بقى. خلاص كده كبرت، لبست. انا بقى وقفت هنا في البيت الكبير، تمام؟ فتحت الباب اللي هو ده، وبعد كده وقفت لانه اطاقتي خلصت. انما زي ما قلت لكم عشان محوشة هنا طاقة. ناقصني كمان واحدة من دي. أربعة قماش، 2 دبوس، وتلاتة. ماشي، في كمان شنطة أهي. عايزة دبابيس، اهو لسه كمان واحدة. وبنتها ايه ده؟ هو ده مش قصر. مين اللي كسر عفش؟ مين اللي كسر عفش؟ اهو خيط. وتابع بيس. اهو لسه باقي معايا 1100 طاقة كده. ملت ال اهي الترقية. ليه مش هي؟ يبقى انا لازم اخلص الطاقة اللي معايا عشان يسمح لي، لان انا هنا في بيتي الكبير ما فتحها. بيتهيألي لازم اكون اقل من 1000. ماشي، عايز مقص وتلاتة قماش فاخر، اللي هو انا مش عارفة اجيبهم له منين. اه هي دي حاجة بتحول.
عايز 12 قماش، 3 4 5 6 7 8 تمام. طيب احنا كده هنستناها تخلص، وهي بتخلص بعد 4 دقايق اهو. تمام وخلصتها. ماشي عايزني اصلح المراية. ماشي اهو. العطر ده جديد على فكرة، وآخر حاجة هي القماشة. أنا عايزة كمان 2 قماش. انا هعمل واحدة بس عشان الوقت، لانها هتاخد دقيقة. طيب ده طريق جواهر، المفروض ما فيش مكان اعدي بينه هنا، فما اظنوش هيفتح لي من هنا. مش عارفة بصراحة هيفتح لي فين. على العموم اهو احنا هنستلمها دلوقتي وهنعرف هيمشينا ازاي. ممكن اروح اجرب الطاقة كده اهي. هي ما بتقراش غير تحت 1000، يعني طول معك اكتر من 1000 ما يسمحش بالتطوير. اهو وصلته لحد 200. تمام كده هستلم الواحدة اللي المفروض خلصت هنا اهي. احطها في المراية. خلاص هو عايز نمشي من هنا. المشكلة في ورود بقى. عاوز 75. طيب انا مضطرية اجمع اي حاجة كده في الحاجات الكبيرة، لاني بصراحة محتارة يعني هجيبهم له منين. طيب هجمع شوية مفاتيح برضو، لان اغلب البيبان بتطلب مني مفاتيح اهو.
اهو لسه باقي والله بيهرج. 11 11 11 والله مش عارفة اعمل ايه. طيب يعني بحاول ادور على القماش اهو، لان القماش هيطلب مني كتير بما انه بيبني في حاجة اهو، وهاخد الكبير ده. اهو اخيرا اهو فتحت. طب ماشي، طب والحبال طيب الترابيزة دي عايزة حاجات، وانا وصلت لحد هنا مش عارفة، في جوانتيات وفي حاجات برضو. تمام، عايزني اعمل 4 قماش فاخر، ادوات المائدة 2 وثلاثة فرشة. طيب خلينا نعمل القماش الفاخر عشان هو هياخد وقت اهو. لسه ناقص واحدة ايه. ماشي، اتنين ادوات المائدة اه دي. طيب تمام اهو. تلاتة فرشة خلاص، انا كده بس فاضلني القماش. تمام اهي نورت، خلصتها. مش عارفة قصر ايه، طيب اللي هو جايبني اصلحه يعني ده قصر ملكي. ها، 2 قماش وحط حيط الزوجات و4 قفازات. طيب وعايز 6 من دي. ناقص 2 شكله يعني او كمان 2 1 2 اهو. ناقصني كمان واحدة.
هاخد واحدة من الصغيرين عشان الطاقة بقت محدودة معايا خلاص. كده اهم خلاص خلصوا، خدتهم. وبنات دي اهو كده عمل لي 200 طاقة زيادة. تمام، عايزني اعدي من هنا. ناقص كمان واحد. ايه كده فتحته. طيب يعني ده ب26. يلا خلينا نفتحه. اهو دي اول بقرة يا جماعة وصلنا لها اهي. بدأت في كتب تظهر اهو، كور أرضية ونظارات وحاجات زي ما انتوا شايفين كده اهو. وصلت لحد هنا، استنوني بقى في فيديو تاني هكمل لكم الطاقة ونكمل باقي المشوار. تمام، عشان ما اطولش عليكم الفيديو ده اكتر من كده. السلام عليكم ورحمة الله. لو عايزين اي حاجة اكتبوا لي في التعليقات، وزي ما كنت قلت لكم انا هنا وصلت في دي مش للاخر، ما وصلتش لحد النهائي، لان هنا كنت بحافظ على الطاقة فما كنتش بمشي المنطاد. فهنا زي ما انتوا شايفين ناقصني 10 صور، وطبعا كلهم 4 و5 نجوم، فصعب في ساعة انهم ييجوا. تمام، لو عايزين اي حاجة اكتبولي في التعليقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.